تصحي من النوم بتلاقي ان في كدمات زرقاء موجوده في رجلك، طب ما فيش خرابيش بتلاقيها في اماكن متفرقه من الجسد؟ ما بيحصلش احيانا عندك ان بيحصل فيه تساقط في الشعر، والتساقط ده بيكون بكثره جدا؟ عايزك تركزي معايا لان دي علامه من علامات السحر التي تؤدي الى مس العشق. وخليني اسالك يا اخي الكريم، ما بيحصلش معاك وانت نايم انك تبص تلاقي ان في حد بيحتضنك من الخلف، وده بيدل على ان الشيطان متقرب منك جدا، وهذا الشيطان بياتي ليك على هيئه الشذوذ حتى يعرف مدى ايمانك وقربك من الله جل وعلا. وكذلك ايضا يا اختي الكريمه، ما بيحصلش عندك وانت بتستحمي بتلاقي ان في حد بيحاول ان هو يتحسس جسدك ويلمس المفاتن بتاعتك، او ربما انك تشم ان في نفس ورائك؟ كل هذه الاشياء ترمز الى وجود سحر موجود في الجسد. وعايزك تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ابتلي من الله عز وجل بالسحر كانت هذه رسالة لأمة النبي انهم سيصابون بنفس ذلك الداء. ولكن الشيطان بيكون ليه حجج واشياء كثيرة جدا، فمن ضمن الاسحار مثلا اللي بتؤدي لمس العش ان تلاقي ان المرأة ديت لها عدو، سواء كان العدو ده من الاقارب او من حد مثلا من الجيران، فبيجي يرش لك ميه، فتيجي في وقت من الاوقات وانت خارجه من البيت تبص تلاقي ان في ميه مرشوشه قدام عتبه البيت، ثم بعد ذلك تبص تلاقي ان في يعني بعدها مباشره في الام في كل انحاء جسمك. من ضمن هذه الالام انك تشعري بخمول شديد جدا في الراس، وايضا الام بتكون موجوده اسفل الظهر، ناهيك عن التنميل الشديد اللي بيكون في اطراف جسدك والارهاق وعدم القدره على اداء واجباتك اليوميه. ثم بعد ذلك ما يلبس هذا الشيطان ان هو يسكن في عضو معين من اعضاء الجسد، على سبيل المثال ربما ان هو يسكن في الركبه، فما تقدرش انك انت تحركي الركبه نهائيا، وتحس كانك عندك خشونه وانت لسه في سن الشباب، وتحس ايضا انك انت مش قادر تعمل اي عمل كنت بتنجزه في دقائق بقى ياخد معاك اوقات كتيرة قوي، وتبقى متكاسل عن فعل اي شيء بيدري مصلحة ليك عامة، سواء مصلحة لأولادك او مصلحة ذريتك من بعدك. طيب الموضوع ده عبارة عن ايه؟ بيكون عبارة عن ان في حد عمل لك سحر، والسحر اللي هو عمله ده بيكون عمله بطريقة معينة، منها الملابس، ان هو ياخد شيء من الاثر بتاعك، وده شيء مشهور جدا كان قديما بيذكروه عندنا، ولما ياخد من الاثر بتاعك ده فبيروح للساحر، فبناء على هذا الاثر من عرقك يحاول ان هو يصيبك بهذا السوء او يصيبك بهذا السحر. ولو انت امرأة ربما انك انت تفتشي، وده حصل مع اشخاص كتير جدا من اللي بيسمعوا لي، واكتبوا لي في التعليقات اذا كان ده حصل معاكم ولا لا. ممكن انك انت تيجي تفتشي في الثياب بتاعتك او في ملابسك، فتبص تلاقي مثلا ان في ملابس داخليه من الملابس بتاعتك اخذت منك، او شيء داخلي اختفى، او ان في حاجه موجوده في الدولاب وتصدمي الحاجه ديت انا ما اشتريتهاش ولا جبتها ولا وضعتها في المكان ده. ثانيا يا اخي الكريم، عشان نتخلص من هذا السحر لازم ان احنا نركز في ثلاث نقاط معينه. الاول ان احنا نتقرب من الله جل وعلا، فالعبد كلما تقرب من الله عز وجل لم يكن للشيطان عليه سلطان، وربنا سبحانه وتعالى ذكر ده واوضحه لنا في القران الكريم، فقد قال الله عز وجل ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. وعشان ان احنا نتخلص من هذا الشيطان نهائيا وما نخليش لهذا الشيطان اي مسكن في الجسد لا من قريب ولا من بعيد، لازم ان انا اكون محافظ على الصلوات المفروضه، لان الصلوات المفروضه ديت هي اللي بتحميك، هي اللي بتدافع عنك كل سوء، وهي ايضا اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها وقايه وجعلها نجاه ليك من كل مكروه. فانت لو ما حافظتش على الصلوات المفروضه هتبص تلاقي نفسك في حرب شديده جدا مع الشيطان، والشيطان بياخدك للظلام، والظلمات ديت انك انت تكون ملهي في الدنيا، ما انتش عارف تاخد اي شيء، النفسيه دايما مخنوقه، ما انتش مرتاح لا مع زوجتك ولا مرتاح في شغلك، ناهيك عن ان في يعني استقبال على الاحلام بتاعت الشهوات، يعني تشوف احتلام شديد قوي، وانت كذلك تحس ان في حد بيتحسس جسمك وانت نايمه، وتحس بنبض شديد جدا في المفاتن بتاعت جسدك. كل هذه الاشياء الشيطان بيعملها ليك ليه؟ لانك انت بعيد عن الله. طب لما بتقرب لربنا سبحانه وتعالى فتأمل أن الله عز وجل بيخرجك من هذا السوء والضر اللي انت واقع فيه إلى النور والرحمات. قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فأنت تخير لنفسك، عايز تطلع من ظلمات إبليس وتطلع من الخيوط اللي هو مشبكك بيها من كل اتجاه، ولا عايز تظل في حمى
ابليس ولا عايز تنتقل لله جل وعلا؟ عشان تنتقل لله جل وعلا لازم عشان تطلع من الظلمات بتاعت السحر والاضرار ديت انك انت تحافظ على الصلاه، دي الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه هتجيب كوبايه ميه زي ديت يا اخي الكريم، وكوبايه الميه ديت احنا هنستخدمها قبل ما ننام، ونستخدمها قبل ما ننام ليه؟ لان الانسان اذا استخدم الميه قبل ما ينام هيكون اخر شيء فعله هو قراءه القران عليها، وشرب ميه مجرى عليها قران، وحاول انك انت تصلي الفجر في الايام اللي انت هتمارس فيها البرنامج، 7 ايام بالظبط هتستخدم البرنامج ده، وفي اثناء ال7 ايام هتشوف رؤيه، الرؤيه ديت بتنبئك مين اللي عمل لك السحر ومين الشيطان اللي مسيطر عليك، هل هو انثى ام رجل. لو كان انثى هتبص تلاقي نفسك انك انت بتعاشر نساء ملهاش ملامح او ملهاش اشكال، او ربما انك انت تشوف انك انت بتعاشر احد من محارمك. ولو كان مثلا هذا الشيطان رجل هتبص تلاقي ان في حد بيعتدي عليك راجل، او انك انت بتحاول انك انت تتودد لرجل والعياذ بالله. وكذلك انت كامراه تشوف ان في امراه بتحاول تتودد ليكي، او تحاول ان تشوفي ان في راجل الملامح بتاعته مش باينه. لكن لو الشيطان بقى شيطان يعني سبحان الله عنيد، او شيطان يعني من الشياطين السيئه، هتبص تلاقي ان الشيطان ده عباره عن كلب اسود بيجري وراك، او عباره عن مجموعه كلاب بتحاول ان هي تعضك. ففي الحاله ديت هنجيب كوبايه ميه، هنقرا عليها سوره الفاتحه، وانت بتقرا سوره الفاتحه تامل ان الله عز وجل يراك ويرعاك، وان الله عز وجل يحميك في كل لحظه. فلما تقول الحمد لله رب العالمين فانت بتحمد الله عز وجل خالق كل من في السماوات والاراضين، ولما بتقول الرحمن الرحيم فانت بتطلب من الرحمن عظيم الرحمه ان يتولاك، ومن الرحيم اللي انت بتلجا ليه في الاشياء القليله. كان الله عز وجل يقول لموسى كما ورد: يا موسى اسألني قدر ملحك وعلف دوابك. فتأمل ان ربنا سبحانه وتعالى يطلب منك انك انت تدعيه في كل شيء، في كل كبيرة وصغيرة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يعني انت يا رب اللي بتملك يوم المعاد، اهدنا الصراط المستقيم. اذا هداك الله عز وجل الصراط المستقيم سبل الشيطان بتتنحى عنك نهائيا. فتبص تلاقي لو انت عندك شهوات، لو انت عندك احتلام، لو انت عندك ضعف في الجسد، لو انت عندك خمول، لو انت عندك كسل في العبادات، طالما انك انت وانت بتتدبر اهدنا الصراط المستقيم وبتقراها لجأت لله جل وعلا، فاعرف ان الله عز وجل سينصرك وسيمدك بالطاقه وسيعينك بالطاقه. صراط الذين انعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. مين اللي ربنا انعم عليهم؟ اللي ربنا انعم عليهم هم النبيين. هل انت مثلا هتكون زي يعني امتثل نفسك كده انك انت تكون زي ابراهيم حينما اراد القوم ان يلقوه في النار فصار معاهم وقال ايه كل هذا فداء لله جل وعلا، وتكون زي اسماعيل لما اراد ابوه ان يسبحه قال يا ابتي افعل ما تؤمر، وتكون زي يونس لما رمى نفسه في الظلمات تبرأ من حول وقوته وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وحاول أنك أنت تتمثل بزكريا العبد الصالح الذي شق نصفين في الدعوة إلى الله جل وعلا، وحاول أنك أنت تتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي آذاه قومه، وأيضا حينما سحر طلب من الله جل وعلا أن يرفع عنه هذا البلاء، فأنت بتلجأ لله جل وعلا بسورة الفاتحة بنية أن ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنك هذا البلاء وهذا السوء، وثق أن الله عز وجل سيصرف عنك هذا السوء. في وقت من الأوقات زنون المصري، وهذا كان عبد صالح من العبيد اللي هم قريبين من ربنا سبحانه وتعالى، كان حصل في قلبه فطور كده وقلق وتوتر، فما بقاش مرتاح في القعدة اللي هو قاعدها، وكان الليل أحل، فخرج فلقى عقرب عظيم البنيان، ثم وجد أن هذا العقرب راح على ضفدع وركب على ظهره، فالضفدع نزل في نهر النيل، ومشى في نهر النيل، فركب زنون المصري المركب وراء هذا الضفدع والعقرب حتى عبر الشط الآخر، ونزل هذا العقرب من على الضفدع، ثم بعد ذلك وجد ثعبان بجوار شاب، فلدغ هذا العقرب الثعبان، ولدغه الثعبان فماتوا الاثنين ونجا الشاب. فمن برأيك الذي أنجى هذا الشاب؟ أليس هو الله جل وعلا؟ فربنا سبحانه وتعالى كفيل بيك، مطلع عليك. وقال الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم، ولا يرضى أن يراك في مهانة، ولا يرضى أن يراك في ذل، ولكنك الذي ارتضيت لنفسك ذلك بالغفل عنه. فكل لجوءك يكون لله جل وعلا بقراءة سورة الفاتحة، ثم بعد ذلك تقرأ قوله تعالى: ولكل وجهة هو موليها. يعني كل إنسان بيخرج من بيته بيتوجه لطلب الرزق، الله هو اللي بيصيره. إنسان طالع مثلا يعمل معصية أو يعمل ذنب، فيعرف إن الشيطان بأمر من الله جل وعلا أيضا
هو من سيره الله جل وعلا، لأن كل شيء، بس الذنب ده من نفسك وليس من الله، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يقول كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. اوعى تفكر ان مملكة ابليس او الشياطين كلهم بيتصرفوا من نفسهم، لا، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيصرفهم وهو اللي بيوجههم وهو اللي بيحركهم. مفيش اي شيطان يقدر ان هو يتحرك الا بإذن الله جل وعلا، ايا كانت قدرة الشيطان ده فهو بين امر الله، كن فيكون، احجب فاحتجب. وجند الله عز وجل هم الغالبون وهم المنصورون. ولكل وجهات وموليها، اقرأها وانت كأنك بتقول للشياطين اي فعل انتوا بتعملوه معايا واي شيء انتوا بتفعلوه فيها بمراد الله جل وعلا، وانا الان ألجأ لله واروني ماذا تفعلون. الله عز وجل ناصر، ومن كان الله عز وجل معه فمن عليه. تأمل هذا وخليك دايما متدبره. فتقول ولكل وجهات وموليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. وانت بتقرأها كأنك بتوجه الآية ديت للشياطين اللي محيطة بك من كل اتجاه. ثق أن جميع هؤلاء الشياطين سيتلاشوا نهائيا، ويتحول من بجوارك ومن حولك ملائكة روحانيين ينصرونك بأمر الله رب العالمين. هذه هي الآية الثانية. أما الآية الثالثة، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. كأنك أنت في الآية ديت ما بتخاطبش حد بشر، لا، أنت بتخاطب جميع الشياطين اللي محيطة بيك إن هم يسلموا لله جل وعلا ويسلموك من السوء ومن الضر وهم يجتنبوك نهائيا. فبتقول لهم لا تسيطروا على جسدي بأمر الله، لأن الآمر لكم هو الله، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ثم بعد ذلك تقرأ قوله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. وانت بتقرأ الآية ديت استشعر أن جميع الشياطين اللي موجودة حوالين منك وجميع الشياطين اللي بيخدموا السحر وبيخدموا الساحر، أن الله عز وجل سيجمعهم الآن أمام عينيك. ثم بعد ذلك تقرأ آيات الأحكام وهي قوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم إلى آخر هذه الصفحة المباركة. ثم بعد ذلك تقرأ آيات القتل قوله تعالى قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ثم بعد ذلك قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ثم بعد ذلك يا أخي الكريم تقرأ الإخلاص والمعوذتين وتنفش في هذا الماء بسم الله 7 مرات، ولو عندك جزازة مسك تدهن الجبهة وتربط جبهتك ضروري، وتشرب هذا الماء 7 أيام بالضبط. لا تحرش هتحس بيه، ولا هتحس بنفس جنبك، ولا هتحس إن حد بيلمس دبرك أو قبلك، ولا هتحس بأي شيء من الأعراض بتاعت الجن نهائيا. طبقه يا أخي الكريم فهو مجرب، وشاركه لغيرك فالدل على الخير كفاعله. أسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان كل حسنات من نشر هذا المقطع. دوس لايك واعمل شير. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.